طوت الصفحة الإخشيلية واندثر عهد الموالي وأدرك الفاطميّ لمس فحاح الوقت. فما بين رحيل المعز وقدوم صلاح الدين كان الجامع الأزهر بين إحياء أروقته وغلق أبوابه. ولكن لم تحل المئة عام بين المبنى والمعنى، فظل الأزهر جامعة وجامع، وبقي الأزهر ينير عصورا التفت حوله. ومن سدة الحكم إلى سلطة العلم كان الأزهر منارة تشع عقولا غيرت مسار العالم أجمع. ومن هنا كنا نحن حيث فأينا أنفسنا على درب السابقين. إلى الأبناء في هذا المقر بالأزهر الوضاء والصف الأغر، ومن تداعى بهذا الملتقى بثقافة الإسلام وعلوم البشر، فوضعنا رؤيتنا أمام ناظرينا، وجعلنا طالب العلم هو رسالتنا، ومن أجله رسمنا خطانا. فكنا معرض الأزهر للتطبيقات الهندسية. كنا هناك منذ 15 عاما وإلى الآن، حيث تلك الفجوة بين النظرية والتطبيق. نتبادل الخبرات ونحتضن الإبداعات في عموم الجامعات المصرية. أنا بتكلم عن جامعة الأزهر، وأكرر وأعيد كما أكرر في كل محاضراتي، واكتبوا على جميلكم الأزهر، وافخروا بذلك في كل مكان تذهبون إليه من أدنى الأرض إلى أقصى. بكل فخر بدء فعاليات معرض الأزهر 15 للتطبيقات الهندسية.